دول العسكر مثل عصابات المافيا، إلى أب روحي وبيولوجي واحد بياخد حصة الأسد وباقي العصابة بياخدوا حصة بنات آوى والثعالب. دائماً الأب الروحي بيتخلص من كل الآباء المحتملين. العصابات طابعها ملكي، ومعظم الجمهوريات العربية طابعها ملكي وراثي ومافيوي. بمجتمع العصابات الإجرامي الطاعة عمياء لدرجة بوسة إيد الجودفادر، لكن بعصابات حكم العسكر بتكون الطاعة بلحسة بوط الأب القائد. وعنا أمثلة: جمال عبد الناصر اتخلص من رفقات السلاح والكفاح بالمفرق، محمد نجيب ويوسف صديق وعبد المنعم عبد الرؤوف وخالد محي الدين. أما صدام حسين فتخلص بالجملة من رفقات قاعة الخلد سنة 1979 على الهواء مباشرة. اللي راح أقرأ اسمه يقوم يردد الشعار ويلحق ربعه. محمد محجوب بطل محو الأمية بالعراق، وعدنان حسين العقل الاقتصادي، وعبد الخالق السامرائي صاحب الكاريزما، فاضل عريبي غانم عبد الجليل ومرتضى الحديثي. بالمناسبة عنا هربرت سبنسر فيلسوف بريطاني مؤلف كتاب الرجل ضد الدولة، هو اللي استخدم مصطلح البقاء للأصلح، وبالسياسة ببلادنا البقاء للأخضر والأظلم. حافظ الوحش طبعا هذا اسمه الأول قبل ما يترفع للأسد. ابن ثورة آزار الغامضة تخلص من فهود اللجنة العسكرية كلها واحد واحد، واللي كانت مؤلفة من صلاح جديد ومحمد عمران وعبد الكريم الجندي وأحمد المير، وانضم إلهم سليم حاطم. في ضباع وفهود ونمور مخططة أشرس من بشار الأسد وأكثر خبرة تم افتراسهم بظروف غامضة، مثل آصف شوكت وغازي كنعان وجامع جامع ورستم غزالي. خدموه لسنين وصادوا له رفيق الحريري، ووقت لمحت المحكمة الدولية بتورط الأسد صادهم بعدي وتخلص من البصمات على طريقة البوفالو. بس البوفالو بيقتل مشان القطيع، أما الأسد فبيقتل مشان حاله. قبل فترة مدير مركز البحوث العلمية بحما عزيز إسبر قتل بظروف غامضة ولحق فيه العميد نديم أسعد، وهدول الشخصيات كانوا من مكونات الصندوق الأسود بالنسبة لملف الكيماوي. بالأخير في سؤال: ليش بياخد الضبع الفريسي من الفهد الصياد اللي هو أسرع من الغزال؟ الجواب هو الفك. نحن ضبعنا عنده فكين، فك روسي وفك إيراني، ومخالب طائفية ودولية ظاهرة ومخفية.